الشامبو اللي هو بيكون فكرته منظف للشعر من ترسبات اليوم، ترسبات استخدام المواد اللي هي تصفيف الشعر. طبعا يعتمد اول شيء على نوع الشعر، نوع فروه الشعر بشكل اساسي. يعتمد على هل مثلا الشعر هذا متضرر بسبب استخدام الشامبو، استخدام الحراره الشديده، معالجات الشعر. نجي ايش الانواع الاساسيه او كيف احنا نقسم الشامبو. الشامبو عباره عن مواد منظفه مثلا زي الصابون والاسطح المنشطه للشامبو. طبعا تنقسم انواع، انواع موجبه، انواع سالبه، انواع انواع مخصصه للاطفال، انواع مخصصه كناتشرال سيرفاكتنت اللي هي انواع الاسطح، منشطات الاسطح الطبيعيه. تجي الخطوة الثانية اللي هو البلسم واحتياجنا للبلسم. تمام، نبدأ بشكل بسيط. يعني مثلا إذا جيت على الشعر الدهني لازم يكون اختياري شامبو يرغي، شامبو ينظف تنظيف قوي. يكون في أنا أحتاج هذه كلها. لا، في معلومات بسيطة يمكن الناس ما تعرفها. دائما نقول يعني كيف الواحد يقرأ وراء الانجريدينت يبدأ يعرف يختار، والشركات برضو مسهلت لنا الأنواع كتبتها برا. بالضبط بالضبط. نجي على موضوع الكبريتات اللي موجودة بالشامبوات اللي ترغي بقوة وتنظف بقوة. ممكن هذه تشيل كل الدهون، تشيل كل الأوساخ بشكل كبير، اللي هي تكون اللي هي شحنات السالبة. مشكلتها انه من ازاله الدهون الشديده تخلي الشعر شوي خشن او ناشف. بالضبط، فتاثر على الفروه، ممكن تحسس الفروه بشكل تسبب، يعني حسيت لمسيه في فروه الشعر، فالفروات الحساسه ما ينفع لها. فيصير اختيارنا لي شامبو خالي من الكبريتات. مثلا في حال الفروه الدهنيه ممكن عندنا بدائل طبيعيه مثلا زيت زيت شجره الشاي، زيت عشبه الليمون. لا، النرجين ترطيب اكثر. الحين احنا نبغى تنظيف. تمام، بس احد تلاحظونها في هيد اند شولدر، النعناع النعناع اللي هو الليمون، هذه شوي تنظف الفروه بدون ما تسبب تهيج مثل جميل. الكبريتات ممتاز جميل. هذا الحين بالنسبه بشكل مختصر للشعر الدهني. جميل، انا في كذا ما شاء الله انا شارك. ليش قلت مسوي؟ قال ما شاء الله الحمد لله الحمد لله. بغى يرزعني عين بس قال ما شاء الله. طيب دكتور، ايضا خلينا نروح نشوف ايضا في بعض انواع. قبل نروح الانواع او العلامات الخاطئه، في بعض المعلومات المتداوله ما بين كثير من البنات خاصه البنت المحجبه اللي تكتم شعرها، فتقول لك انا شعري بدا يتساقط لان انا طول الوقت في الدوام 8 ساعات حاطه الطرحه وشعري مكتوم. في شامبو خاص للشعر اللي صاحبه الحجاب واللي مش محجبه او انه الشعر مكتوم؟ هذا مو سبب لتساقط الشعر. تمام، يعني ممكن يزيد لك الدهنيه بالفروه، يعني الشعر ما يكون ماخذ راحته، تتراكم عندنا في بعض الشامبوهات. في بعض الشامبوهات يقول لك اللي دائما حجابها على راسها، يعني دائما حاطه يعني حجاب، يعني زي ما اقول لك يعني ما في شامبو معين زي كذا. يعني يعتمد على فروتك بشكل اساس. هذا الاساس. ممكن نكمل الانواع. عندنا مثلا طبعا الشامبو الجاف، الشامبو الجاف او الشعر الجاف لازم يكون معظم المواد اللي بالشامبو مرطبة. تمام، مثل الأحماض الأمينية. شامبوات الأطفال تكون مواد معينة ما تسبب تهيج العيون، فيصير يقدر الطفل يفتح عينه عادي، والطبيعية للشعر المتضرر. الخطوة الثانية البلسم، زي ما قلنا أول نتطرق لها الحين. البلسم في شائعات كثيرة قاعد تطلع عليه. إيش أهم الشائعات اللي تطلع عليه؟ إنه مثلاً الشامبو يسبب تساقط الشعر. صح، هذه معلومة خاطئة. الفكرة إنه الشامبو يفكك التشابك، فلما الوحدة تبدأ تمشط يبدأ شعرها يطيح لأنه في شعر متشابك، فهو بحد ذاته ما رح يسبب تساقط، بس التساقط بيكون واضح لأن الشعر صار أسهل في التمشيط. هذه نقطة. النقطة الثانية، البلسم الأساسي بالذات للشعر الجاف ضروري يحتوي على سيليكون، أو يعني سيليكون خفيف. السيليكون من المواد اللي دائما ينقال عنها أنها مواد ضارة. هو بحد ذاته هو غير ضار، لا على الإنسان ولا على البيئة، لكن وجوده مهم للشعر الجاف جدا. ليه؟ لأنه بيعطي طبقة يغلف الشعر فيها،
اللي هي الطبقة اللي هي الأخيرة. أنا كان عندي صور كان ودي تضيفونها اللي كيف نوري المشاهدين كيف المسامات الشعر تطلع مع الجفاف مع نفس الحرارة. أنا يعني سهل عندي تشوفين مسامات الشعر عندي. لا لا الشعرة نفسها بالذات الشعر الطويل شعر النساء ما تمشي طول استشوار يصير فيها زي المسامات. هذه المسامات ترجع تتسكر لما تحط البلسم فيصير الشعر لامع أكثر حيوي أكثر أقوى لأنه في طبقة قاعد تغلفها. مشكلتنا مع البلسم الثقيل لو استخدمت واحدة شعرها خفيف أو رقيق هذا بيصير عندنا بيلد أب يصير فيه تراكمات تصير الشعرة طايحة شكلها مدهنة فما يصلح. فبرضو حتى اختيار اللي هو البلسم لازم يكون تبع أو خاص بنوع الشعرة نفسها هل هي سميكة وتالفة أو هل هي رقيقة. جميل تمام. طيب دكتورة يعني أنت ذكرتي أشياء مرة جميلة دكتورة صالحة يعني هل من الممكن أن المنتجات المقلدة لها تأثير يعني في الشعر ممكن هي اللي سببت تساقط عندي مثلا؟ تمام. المنتجات المقلدة بيحطون فيها مواد رخيصة زي إيش؟ زي مثلا الكبريتات زي ما قلنا المواد الحافظة برضو رخيصة زي الفورمالدهايد زي البارابين هذه تسبب يعني تضرر كثير بالشعرة وبحد ذاتها لما الشعرة تتضرر يصير فيها مسام خلاص نفقد الطبقة الخارجية تصير شعرة ضعيفة تتكسر فيصير هذا هو سبب التساقط. تمام. طيب هناك أنواع من الشعر طبعا الشعر الجاف وأيضا الدهني كيفية استخدام الشامبو الصحيح اللي يتناسب مع شعري سواء كان دهني أو شاف. في ناس يستخدموا بعض الشامبوهات اللي ما تتناسب مع الشعر مثلا نقول الدهني ويكون شعري دهني فيزيد من الدهون في الشعر. كيفية استخدام الشامبو الصحيح المتناسب مع شعري؟ قلتي نقطة مهمة اللي هو أنه استخدام الشامبو ممكن يزيد دهنية الشعر. صحيح بالذات في حالات الشامبوات اللي تكون فيها مواد قوية تصير كأنها ردة فعل من فروة الشعر أنه قاعدة تشيل دهوني بزيادة فيصير إنتاجية الدهون أكثر يعني بدل ما إحنا قاعدين نخفف لا بيصير عندها الفروة عندها ردة فعل عكسية عشان كذا تبدأ ندخل في موضوع المواد الطبيعية. جميل. تقلل من التحسس وردة الفعل العكسية للفروة. جميل. بس عندي بس سؤال تعقيبا على موضوع الشعر عند بعض النساء هل هو المفهوم هذا خاطئ أو لا؟ والله أعلم عندكم أنتم أهلها فأنتم تعلمون. في بعض النساء يقول لك والله أنا ما أتروش ما أخذ شاور لمدة 3 أيام 4 أيام لأن الشعر يعطي مادة تفرز الشعر يفرز مادة يسبب هذه المادة تسبب في كثافة الشعر. هل هذه معلومة صحيحة؟ لا هذه مو معلومة صحيح والاستحمام ما راح يأثر على شعرها. أوكي أنا ما أبغى أشوف يعني ممكن يغسلون الجسم عادي بس الشعر لا لا بيصير أوكي ممكن يصير عندها جفاف من استخدام الشامبو بس ما راح يسبب تكسر. والدهون الموجودة عندنا نبغى جزء بسيط منها كترطيب فنصير نستخدم عندها خيار أنها تستخدم الشامبوات الخفيفة الشامبوات اللي فيها الأسطح الطبيعية اللي مثلا من زيت اللبلاب الصبار المنتجات هذه في بيكون طبعا مع شوية المنظفات راح تعالج لها شعرها تنظف شعرها بشكل بسيط زائد تحافظ على رطوبتها فمو يعني خيار انه انا ما اشتغل يقولوا فعلا انا سمعتها انه لا تغسلي شعرك باستمرار خلي الزيت الطبيعي يطلع عشان يستفيد شعرك منه. الزيت هذا بيكون تراكمات مع الاوساخ مع القشره بيصير يعني انت قاعد تكتم شعرك اكثر هم خلوه زيت طبيعي سوي كذا لا ما طيب. في حل ما في بعد المراجعه تقول انا ما ابغى يعني انظف شعري يومين اقول اوكي بس الفروه ضروري بعد كم يوم ضروري ممكن ما يعني ما تمس او تمرر الشامبو بشكل شديد على الشعره نفسها اذا هي خايفه تتكسر زياده بس الفروه ضروري اكيد. طيب جميل. ايضا البلسم كثره استخدام البلسم هل فعلا يسد مسام الشعر؟ زي ما شرحت لك طريقة استخدام البلسم مهمة تمام. صحيح انه بيسد مسام الشعر اذا كان مثلا والله ثقيل فهمتي علي اللي هو يعني يكون سيليكون فيه ثقيل بيسد مسام الشعر مع الوقت اذا مو قاعدة استخدم بعده شامبو منظف قوي. هذه نقطة. زي طريقة الاستخدام لازم يبدأ من تحت وكمية قليلة من تحت بعدين تبدأ بالأطراف ترفع شوي شوي كذا بطريقة موجية زي التموجات بأطراف يدها او شامبو اسنانها كذا كبيرة فهذه الطريقة لازم من تحت لفوق وما تحط على الفروة بشكل مباشر. طيب أنا أيام يعني الفروة ما راح تستجيب أو ما راح تستفيد منها نبغى للشعرة نفسها كتغليف. طيب على طاري إحنا نرجع تعقيبا في موضوع الشامبو. أنا راح أعطيك تجارب أيام كان عندي شعر. تمام.
يعني كنت تروش بعض أحيان بشامبو عرفتي هذه الشامبوات اللي تجيب بنعناع وما بنعناع. أيوه. فكان يوم أغسل النعناع وينزل على وجهي وجهي تحسس أحس بنار في وجهي. فهل هذا معناه مع إنه بشركة يعني تعتبر من الشركات القوية ولكن أنا تأثرت فبعد صرت استخدم هذا حق الاطفال الطبيعي يعني بدون ما تذكر الاسم اللي سويته جدا صح اللي فروتهم حساسه يصير هذه البدائل لهم اللي شامبوات الاطفال او الشامبوات اللي زي ما قلنا الطبيعيه يعني تصير ما فيها مواد محسسه في ناس تتحسس يعني من كثير اشياء في الشامبو اشياء بسيطه موجوده طبعا حتى المواد الحافظه اللي في الشامبو ممكن تتحسس منها فيصير خيارنا زي ما قلنا شامبو الأطفال أو الشامبو اللي فيه اللي هو الأيونات أو اللي يسوي نشاط للسطح الطبيعي. جميل. الشامبو فيه كثير أنواع اختلفت من نوع إلى آخر ومن ضمن الأنواع اللي هو الشامبوهات اللي تكون بالصدر. تمام. يقولوا لك أصلاً الصدر كطبيعة للشعر مغذي ممتاز جداً. ممتاز للفروة. جداً. الفروة جداً. صحيح. أوكي. أروح أجربها. إيه طالع يطول الشعر كمان. أوكي. عشان بس تعرف عشان أساعدك. الحين السؤال حبيت. ترى جالس تدب فيا دبات. والله بالله يقولي لي المعلومة صح ولا غلط. ممكن تطلع من الاستديو بدون شعر. الصدر جداً ممتاز. أوكي. في بنات ما شاء الله يحبون يسوون الشامبو في البيت. هذا السؤال اللي كنت حابة أسألك. أحد مكوناتها الصدر. أيوه. البعض يقول لك أنا أحط الصدر في موية. صح. وخليه ينزل وبعدين اصفيه واغسل شعري فيه لانه اجدادنا يعني زمان يعني كانوا يغسلوا شعورهم بس تكون اضافات بسيطه زياده إضافات عشان بسيطة. يكون التنظيف هل هذا ممكن يسبب قشره هل ممكن يسبب تساقط لان موضوع انه ما في مثلا صابون قاعد فعلا يرغي للشعر ونظافه تمام انه هل بيسبب تساقط لا باذن الله بس هل اذا ما كان في اضافات منظفه مع السدر والمويه فقط لا صحيح بيصير عندنا تراكمات شوي على الفروه وتسد المسام فريق الاعداد يعني رجاء بعد اليوم لا تجيبوا لي موضوع شعر شيء تجرحون فيه مشاعرك جالس اسمع وهذه تنصح نفسك يا فيصل متصالح مع نفسي بس برضو ترجعون تتكلمون عن الشعر طيب دكتوره صالحه نبغى نوجه للمشاهدين نصائح للشعر عشان يحافظوا على شعرهم عشان لا يتحسسون مثل ما نتحسس الان فاعطيهم نصائح النصائح بسيطه يعني صراحه الاهتمام في تبكير العلاج قد ما نقدر في اي مشكله هذه مره اهم نصيحه انصحها يعني مثلا في ناس عندهم تساقط وراثي وهذه اكثر مشكله يعني احنا نواجهها 70% من الرجال او اكثر وعدد كبير من النساء العلاج المبكر يمنعنا ان نروح لمراحل اصعب ونحتاج زراعه نحتاج الاجراءات الصعبه فايش الخطوات البسيطه في بدايه العلاج ممكن اسهل شيء بخاخ العلاجي المينوكسيدل دائما نقول صراحه يعني بخاخ سعره ممتاز فعال جدا جدا بس يبغى له صبر والتزام شامبو الشامبوات الجوده كويسه بالضبط عشان الشعر نفسه تكون قويه وصحيه وزي ما شرحنا التدرج والمتابعه شكرا للدكتورة صالح الحاكمي استشارية امراض وجراحة الجلد والليزر يعطيك الف عافيه على النصائح نصيحة تقدمينها لشعر رضوى؟ لا بسم الله عليها ما شاء الله بس تكمل اهتمام برضو الاهتمام نقطة مهمة شكرا دكتور أصل الدب أعطيتيها دب لا لكن الدب شعرها زين ما شاء الله بس تهتم شوف دافعت أنسى بسم الله عليها ما رضت أنسى لازم يعني روح لفاصل قناة